ألديك بعض الخبز؟ أنا أشعر بالجوع أكثر منك. منذ يومين لم آكل شيئاً. لعلهم جلبوا لنا الطعام من يثرب. ربما. يا أبا رافع، اذهب وقل لرسول الله أن يكف عن هذا الحصار العبثي. الذي تقوله يا عبد الله؟ أنا أقول خيراً، أنا أقول خيراً. إما أن يهود خيبر من سيقتلنا أو الجوع. ماذا هناك؟ ماذا تفعلون؟ أبا صالح، إن الله قد أنزل الطعام على بني إسرائيل من السماء وأرسله إلينا من الأرض. أين محمد؟ أين أجد محمد؟ من ذاك الرجل؟ إلى أين تأخذونه؟ إنه راعي الخيبريين. مع 50 خروفاً أيضاً. الحمد لله الذي لم يجعل للمسلمين أجنحة. لقد هيأ الخيبريون لنا الطعام بأنفسهم. أطلقوا سراحه الآن إلى أن يحكم رسول الله بشأنه وشأن أغنامه أيضاً. لقد أصدرت الحكم عليه. يا للطمأنينة معك. هل تؤمنون بأنبياء اليهود؟ كل الناس يؤمنون بهم، ولكن بالطريقة التي حدثنا الله فيها عن أولئك، لا بما هو شائع فيما بين اليهود. لقد أمضيت عمري بين اليهود، ترى هل يقبلني الله؟ إنه واسع الرحمة. هل يقبلني؟ راجع قلبك، ما الذي تراه هناك؟ أرى الضياء. تلك هي العناية الإلهية. أرجوك اجعلني معك يا محمد. الله أكبر، الله أكبر، لقد أسلم هذا الرجل، لقد أصبح مسلما. يا رسول الله، الآن بات أمر هذه الأغنام كلها بيدك، كل ما تأمر به سيدي مطاع لدي. أعيد كل هذه الأغنام. يا رسول الله، نحن جائعون ولا نملك أي طعام. كما سبق أن قلت، هذه الأغنام كلها من اليهود. نادوا عليهم ليفتحوا باب القلعة ويأخذوها كلها. يا رسول الله، إنها غنيمتنا في هذه الحال المزرية. الغنائم هي ما نحصل عليه في الحرب فقط. يا لوقائع هذا القلب التي جعلتني أتحدث أمام جمالك. لقد حظيت بنهاية صالحة. ألي كوني أصبحت مسلما؟ ابقوا واشهدوا نهاية هذا الرجل الصالح. هذا لأنك عزيز ومرحب بك لدي. اجعلوه منكم وقدموا إليه المأكل، حيث إنكم لن تروه بعد هذه الساعة ثانية. الحمد لله، أنا مسلم الآن. افتحوا باب القلعة وخذوا أغنامكم أيها الخيبريون.
لا تخافوا، لا شأن لنا بكم. يا أبا الأسود، ألست أكلمك؟ أدخل أيها العجوز الخرف. قلت أدخل. أيها العجوز الخرف، أكلمك أنت. أبو الأسود لم يعد يهودياً، أنا مسلم الآن، مسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنا سوف أرسلك إلى الجحيم. اخرس. وهذا لكم، أولستم جائعين؟ كلوه، لا يهم إن كنا أشد جوعا منكم. هذا لأن لدينا الحارث ومرحب. إن تساوت آراؤنا، أي 3 في جهة و3 في جهة أخرى، فإن رأي أولئك 3 هو المقبول الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف. الكل موافق؟ نحن هنا 6، وهذا هو ممثل رسول الله بيننا أيضا هنا. من الذي سيبدأ بالكلام؟ علي؟ زبير؟ طلحة؟ بما أن البدء بالكلام صعب، فسوف أبدأ أنا على اسم الله. أنا لم آتي إلى هنا سوى لدحض هذا الكلام الذي يكذب ما تفضل به رسول الله، أن النبوة والإمامة لا تجتمعان في عائلة واحدة. أنا أقبل بنتيجة ونهاية هذه الشورى، أنتم أيضا تقبلونها.
أقسمت عليكم بالله، هل يوجد بينكم شخص سواي لديه عم مثل حمزة؟ أسد الله وأسد رسول الله وسيد الشهداء أيضا. أقسمت عليكم بالله، أخبروني، أهناك من هو بينكم سابق للإسلام قبلي أنا ولم يعبد قط غير الله في حياته؟ أنا بصفة السبئير أقول لا والله. وبصفة طلحة أيضا أقول لا. هذا الشرف لك يا علي دائما. لا يا علي، لقد كنت أنت أول الناس إسلاما، هذا صحيح. اهدأوا اهدأوا، لا شأن لكم بنسائنا. يا أبا رافع راقب النوق، اهدأوا لنرى ماذا يقول علي. تعرف بأنني خير، وأعرف بأنك خير أيضا يا ابن عتبة. نحن مصممون على ما نقدم عليه، اسأل واطلب ما تريد ولا تثر الشر دون مبرر. إلى أين تسير بهؤلاء النساء الهاشميات؟ أليس مؤسفا أن تهجر مكة هكذا؟ المكيون، إنهم يعرفون قدر ومقام أهل محمد جيدا. يا علي، اعمل على إعادة هؤلاء الآن وبلا أي مجادلة. احذر كي لا تهرب الجمال. سأقول ثانية يا ابن عتبة، نحن نقصد يثرب ولن نعود عن ذلك بأي شكل. أنت تعرفني أفضل من فرسانك. علمت ماذا قلت؟ أعلم. قلت إنك تنوي التوجه نحو يثرب. قلت. وقلت إنك لن تعود عن ذلك بأي شكل. قلت. يبدو أن هذه فاطمة بنت عبد المطلب. وهذه فاطمة بنت أسد والدتك، وهذه أيضا فاطمة بنت محمد. أنا وهؤلاء الفرسان الذين هم من أمهر مقاتلي مكة لم نأتي إلى هنا سوى من أجل إعادتكم، فإما أن تعودوا تلقائيا على أقدامكم أو أن تعودوا معنا من دون رؤوس. هيا يا فرسان مكة، أعيدوا أنتم هذه القافلة وأنا سأتكفل بأمر هذا بنفسي. إن قام أحدكم بأي حماقة فلن أبقي منكم أحدا حيا. لست من طلاب إراقة الدماء. اذهب واخبر المكيين أن عليا مع محمد حتى الحرب. اذهب.
أقسمت عليكم بالله، هل يوجد بينكم شخص سواي؟ حيث في أحد جاءه نداء من السماء أن لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. لقد تمادى أهل محمد وبدأوا يعدون أنفسهم لنا، وأنا لم آتي إلى هنا سوى لإبادة محمد. وبهذا الجيش الذي أعددناه لن نبقي له أثرا. برعاية هبل. برعاية هبل. وصل جنود مكة بأعداد كبيرة، فلنتهيأ لهم. حول يثرب كلها، إلى أين؟ وفر غضبك يا أبا سفيان، واملأ هذا الخندق بكرهك لمحمد كي يكون النصر حليفك. تعالوا يا رجال. لا تتراجعوا، لا تغادروا أماكنكم. ألا يوجد رجل بينكم يا محمد؟ لقد كان لي رأي بثباتكم وإيمانكم أكثر من هؤلاء. يا محمد، يقال إنك جئت مع رساء المدينة لملاقاتنا، ترى هل يوجد بينكم رجل يا محمد؟ ما الذي حل بجحيمكم وجنتكم هذا؟ وأنا أيضا أعتقد أن لا وجود لأي رجل بينهم. عقيدتهم مبنية على الكذب يا أبا سفيان. هل يوجد بينكم من يستطيع إسكات صوت هذا الكافر؟ أيوجد بينكم من يستطيع أن يسكت صوت هذا الكافر؟ هل يوجد بينكم من يستطيع إسكات صوت هذا الكافر؟ هذا كلام رسول الله. Thank you.
يا رب العالمين، في بدر أخذت منا عبيدة، وفي أحد حمزة، وهذا علي أخو وابن عم رسولك. خذ أنت بيده يا الله وانصره على عدوه نصرا مبينا. الله أكبر، انظر سوف نبيدهم. ليس فيهم رجل واحد. يا عمرو، يبدو أن فيهم رجلا واحدا. أقسمت عليكم بالله، أخبروني هل بينكم رجل سواي في خلال حرب الخندق حينما كان يصرخ عمرو بن ود وينادي ويطلب مبارزا، وكانت أعين الجميع قد جحظت من الخوف، قد برز للقتال دون أدنى تردد، ورسول الله يقول اليوم قد خرج الإسلام كله لمبارزة الكفر كله، ومن ثم يقول إن ضربة عين يوم الخندق هي أفضل من عبادة الثقلين. لا والله يا علي، كل هذا لك أنت. أقسم إن ما تقوله حق. انظروا جيدا الآن، فقد خرج الآن الإسلام كله لمواجهة وقتال الكفر كله. علي؟ علي بن أبي طالب؟ يا رب، ليس على الأرض الآن سوى هذا الفارس الصغير الذي يحمل اسمك واستمرارية رسالتك ويسعى في سبيل نشرها، وليس غريبا أن يخرج محبوك الغرباء هؤلاء إلى المواجهة كي لا يكون لأحد سواك مكان في القلوب. لقد أودعتك عليا على هذه الحال، فثبت قدميه وامنحه القوة والعزم في يديه ببركتك. نحن لا نهرق دم أحد، عد إذن إلى قبيلتك، أغمد سيفك الآن، فإن كان أبو سفيان معك حتى هو ما كان ليذهب نحو الخندق. هل تعرفني جيدا؟ نعم أعرفك جيدا، وأنا على ثقة تامة بأنك لم تنس ضربة سيفي في الخندق. إذن أظهر شجاعتك، دع الحاضرين يروا أنك تعرف قاعدة الشجاعة. يا أبا سفيان، هذا الفتى قد وضعني أمام ثلاثة خيارات، فإما أن أسلم وأتركك وحيدا، وإما أن أقاتله. إذن ابق مكانك كي ترى بعثنا وترى هذا المارد الذي يرتعد منه الأسد المفترس. لقد أنشدت جيدا، ولكن من على ظهر فرسك.
كي تشعر بالألم الذي يشعر به فرس مقطوع القوائم. عجل يا فتاة، أرحني من هذا العار الكبير. فلم يرى قط إنسان حتى الآن شخصا كهذا ساقطا على الأرض. اقطع رأسي. أين تذهب؟ أرحني من هذا العذاب يا علي. أنا أعرف ضربة سيفك جيدا في بدر، كنت أعلم أن لدى العرب لا يوجد ند لي سوى علي. لقد بصقت عليك كي أغضبك بسرعة وتقوم بإنهاء أمري لتريحني من ألمي ونظرات القوم إلي باستهزاء. نحن أهل البيت، ليس لدينا شيء إلا في سبيل الله. وقاحتك أثارت غضبي. إذا أسرعت وأطفأت غضبي بقتلك، فإنني أكون قد قدمت رضايا على رضا الله. تمشيت قليلا فهدأت نفسي واستغفرت ربي، والآن أنفذ فيك أمري لله وعلى اسم الله. إلى أين تفرون أيها الجبناء؟ عليكم أن تقاوموا. إن ضربة علي في الخندق أفضل من عبادة الثقلين. علي! علي! اسمعني جيدا يا ابن أبي طالب، لقد ازداد حقد عليك أكثر. انتظر إلى أن تتذوق طعم ضربتي. سأكون ندا لك بعدما فعلته. هل سمعت ما قلته؟ سأكون ندا لك بعد هذا. لما أبو سفيان مغتاظ منك هكذا؟ كان عليه توجيه هذا الكلام إلى رسول الله. إن لم تكن لدى أبي سفيان رغبة في القتال، فإن لديه قلبا كبيرا وأسود كما إبليس. سيبقى متربصا بي وبأتباعي ما دامت الدنيا قائمة. أقسمت عليكم بالله، هل يوجد بينكم رجل غيري؟ بحيث إن رسول الله قد قال في حقه: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا كافر. صحيح، صحيح ما تقوله. دون أدنى شك إنه كلام واضح. لا والله، لا والله، لا والله يا علي، هذا الكلام موجه إليك. ما قلته الآن صحيح يا علي. أبو الأسود لم يعد يهوديا، أنا مسلم الآن، مسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنا سوف أرسلك إلى الجحيم. اخرس.
وهذا لكم، أولستم جائعين؟ كلوه، لا يهم إن كنا أشد جوعا منكم، هذا لأن لدينا الحارث ومرحب. يا محمد كن عاقلا ورحل من هنا بسلام. هنا خيبر، هنا ليس الخندق، هنا ليس أحد وليس بدر، هنا خيبر بعشرة آلاف من الفرسان البواسل. أسمعت ما قلته يا محمد؟ أنقذ نفسك واذهب من هنا. بالذهاب من هنا بسرعة، وإلا فسأضربك ضربا لا تنساه أبدا. يا محمد إن كان لديك محارب فادفعه لمواجهتي. أقسمت عليكم بالله، أخبروني في حرب خيبر عندما تراجعتم جميعا وهربتم من المعركة، ألم يقل رسول الله لأعطين الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وإن الله سيفتح القلعة على يديه؟ أجل يا علي، أقسم بالله إن الأمر كذلك. أحسنت أيها البطل. قلق من محمد يا حارث؟ انظر إلى تصرفه اليوم، يقف مع الجند وحيدا والراية في يده. لا تقلق، هذه القلعة تختلف عن القلاع الأخرى، فنحن أكثر كفاءة من جند محمد من عدة نواحي. لكنهم استولوا على خمس من قلاعنا. هذه كل قوة محمد التي تراها. نحن ثمانية أضعاف قوته مع السيوف والرماح والنبال وأمل كبير أيضا، ومع كل ذلك فما زال سيف مرحب في غمده. أخبرني، هل ظهر منافس لي ولمرحب حتى الآن؟ يا حارث، لقد شاركت في الكثير من الحروب وقد طرحت الكثير من الجنود أرضا، والآن فإن أنظار الشعب اليهودي مشدودة نحوك. أين هو علي؟
لا أرى عليا. إن عليا ليس في وسط الجند، رأيته مرة وهو يخبز الخبز للجنود يا رسول الله. ألم يكن هنالك من يصنع الخبز للجند غيرك؟ لقد أرسل رسول الله في طلبك. إن قلعة الخيبريين المتعالية تنادي باسمك. إن محمدا قد أرسل في طلب علي. علي؟ أجل، علي، علي ابن أبي طالب. علي ابن أبي طالب. أقسمت عليكم بالله، ألم يقل رسول الله صبيحة ذلك اليوم ائتوني بعلي؟ وقد أتيت في خدمته برغم رمد عيني. عزيزي علي، هذه القلعة ما زالت قائمة، خذ ما شئت من إخوانك الجنود معك وافتح باب هذه القلعة. دعواتنا لك بالنصر. يا رب، إن هذه الأيدي تطلب منك النصر، فلا تردها خائبة. يا حارث، ألم تكن تطلب مبارزا؟ ها أنا ذا، علي بن أبي طالب، ربيب محمد رسول الله. اسما آخر لي، أنا هو الموت، وأنا هو حبل الإلفة ما بين الأرض والسماء. من ذاك الذي سيقف أمام سيفي ورمحي؟ سمعت خطابك يا حارث، هل من سبيل آخر غير السيف؟ سأخبرك بما هو صلاحك مجددا يا حارث. نحن أقرب إليكم من أهل مكة الذين يغررون بكم من سلالة واحدة، وديننا هو ذاته الذي كان يعتنقه موسى الكليم. واليهود الحقيقيون نسلا بعد نسل كانوا في انتظار ظهور نبينا هذا. نحن معكم لا عليكم. اسمع جيدا ما سأقوله لك، وهو أنني لن أكون لطيفا معك مقدار ذرة. إن كنت رجلا فلتكن لديك القدرة على تحمل سيفي ورمحي، وألا تهرب من أمامي مثل قومك. أهدأ يا حارث، فنحن جيران جيدون في الدين، فلا تتعجل العداوة معنا بهذه السرعة. ها! Ah!
سيفك يا ابن أبي طالب، جرد سيفك، تقدم إلي يا ابن أبي طالب، هيا تقدم. ومصيبتان يا حارس، عودوا إلى داخل القلعة، أسرعوا. إلى أين تهربون؟ ابقوا في أماكنكم، لا تهربوا، ابقوا، عودوا واحضروا الحارس إلى هنا. ثم مسح النبي على عيني فشفيت، أعطاني الراية بيدي ومن ثم هجمت، فصرعت مرحب والحارث الخيبري واقتلعت بوابة القلعة من مكانها وفتحت الطريق أمام المسلمين. كلامك صحيح يا علي، حصل ذلك. أعاد للهرب ثانية. إن أخبار أبي إسحاق كلها متشابهة. خافوا فهربوا، قتلوا جميعا. يا كبيران. يا سيدي حارث، لقد وقع. قلت وقع؟ حارث وقع. وقع؟ وقع، لقد وقع. الويل لنا، يا ويلاه، يا مصيبتاه. قلت وقع يا أبا إسحاق؟ مغبر كثيرا. ومن كان الضارب؟ علي. علي؟ علي؟ علي بن أبي طالب. علي، يا ويلاه، يا ويلاه، جرح الضربة الأولى. أطلب إحضار بسة الحربية، ولا أريد فرسا.
أين أمك لكي تكون معك؟ نائم بشكل كأنه لم يكن حيا ذات يوم. مرحب هو أمل الخيبريين، وأنا أعرفه مقاتلا كبيرا، وما أرجوه هو أن يسمع كلامي الصادق وألا يهدر دم نفسه دون مبرر. سأمحو نسل هؤلاء القوم عن وجه الأرض. سأمحو نسل هؤلاء القوم عن وجه الأرض. حارث ابن أبي زينب الخيبري؟ منحته الأمان لكنه أصر على ذلك. قلت له إن أسلمت فأنت منا، وهذا ما أقوله لك. أنا أصبح مسلما؟ أنا أشرب دماء المسلم أصبح مسلما؟ كل الأديان الإلهية امتداد بعضها لبعض، بعضها ضد بعض. الخط الذي بدأ بآدم ونوح وموسى وعيسى ينتهي وصولا إلى محمد في النهاية. دع الكلام يا علي وتقدم نحو إن كنت فارسا. خيبر تعرف أنني مرحب مشبول على حب الحديد، والبطل المحارب ذو الباع الطويل. استلوا سيوفكم الحاد من أغمادها، وانظروا كيف أطعن بالرمح وأضرب بالسيف. إن كنت متعطشا لدمائنا فإن إلفة تجمع فيما بيننا. نحن وأنتم على خطي نقيض. طرق الأنبياء كلها واحدة. لا تقل عبثا، فطريق نبينا موسى مختلفة. نبيكم موسى هو نبينا نحن كذلك. إن لكم دينكم ولنا ديننا. أقسمت عليكم بالله، هل يوجد فيما بينكم رجل غيري له أخ مثل جعفر الطيار الذي منحه الله جناحين يطير بهما في الجنة؟ يا محمد، لقد حاششتنا، واعلم أننا نحن الاثنان صابران. وقد أجزت لنا يا محمد في مسجدك أن نتعبد على طريقتك. وخلال البضعة أيام هذه
كنت قد استضفتنا بطريقة لائقة، ونحن نشكر لك كل هذا. لكني أنا ابن 70 عاماً وأيهم في 80. نحن وسائر أهل نجران، ومنذ أن أبصرنا النور عشنا في رحاب دين ومعتقد آبائنا وأجدادنا على الدوام. ونحن الاثنان قد سمعنا حجتك تماماً، حيث قلت إن كان سبب عدم انتماء عيسى المسيح إلى أب عائد إلى مشيئة إلهية، فالإنسان إذن حيث لم يكن له أب ولا أم هو أكثر استحقاقاً لربوبية العالم. ومع كل ذلك فنحن جميعاً سائرون على نهج وسنة أجدادنا، ولا نستطيع أن نصدق يا محمد أنك أنت هو رسول الله كما تدعي. يا محمد، اتركنا نحن وأهل نجران في حال سبيلنا. دع سنتك لنفسك ودع سنتنا لنا ننعم بها. نحن النجرانيين حين ننظر إلى سنتنا نرى أن الحق معنا نحن، لا مع الإسلام الذي تدعيه أنت. اهدأوا. كل ما قلته لم يكن من عندي أنا، كان كله كلام الله المتعال. لقد سمعتما حجتي ولم تتمكنا من الإجابة، ومع كل هذا الإصرار فما زال فضلكما في محله. ولكي ألقي عليكما آخر حجة من الله، أقدم لكما اقتراحي في المباهلة. المباهلة؟ تعالوا ندعو إلى الطرف الآخر بالبلاء من ربنا واللعنة من الله عليه. حسناً، هذا كلام لائق يا محمد، فنحن واثقون بأننا على الحق. هذا الاقتراح هو فصل الخطاب في احتجاجنا عليكم، موافق عليه. أين موعدنا؟ بما أنكما قد قبلتما فإن موعدنا في صباح الغد خارج المدينة. نحن نثق بآلهتنا الثلاثة. إن آلهتنا سينزلون عليك البلاء، وسوف يحرقون سلالتك أيضا، وسوف يقضون على نسلك عن آخره، وسيجعلون أتبعك بالنسبة إلى ديننا في غاية الشوق واللهفة. إن كنتم تحبون محمداً فقوموا بتوديعه الآن، لأنه لم يرى شمس ظهيرة الغد. أحمل من العمر 80 عاماً، وقد أمضيت 70 عاماً طوالاً من هذا العمر المديد في الدعاء والتوسل، وأنا غداً سأحمل عبادة 70 عاماً من عمري في يدي، وأدعو بالبلاء والخسران لمرشدكم. ما هذا؟ ماذا يقول؟ كيف يجرؤ؟ كيف يقول هذا؟ اهدأوا. ولكن كيف يقول هذا؟ لا يعترضن أحد منكم هذين. الله أكبر. لقد منحت هذين الأمان لكي يقولا كلامهما بهدوء واطمئنان. اجلسوا. سأقدم إليكم نصيحة واحدة، إن تمكننا اليوم نحن الاثنين من إنزال البلاء على محمد فلا تغضبوا منا، فهذا ما أراده هو بنفسه.
ما اسمك يا صاحب الطلعة البهية؟ أبو رافع، الغلام المحرر لمحمد المصطفى. إن طرحت سؤالا عليك فهل تجيبني؟ أجل اسأل أيها النجراني. إن أراد محمد المجيء فمن أي اتجاه يأتي؟ من الاتجاه الذي أتينا منه، من الطريق التي سلكها الجميع، تماما من أمام شجرة النخل تلك. أبا رافع، قل لي مع من يأتي محمد من الأشخاص كي يتلقى البلاء؟ ذاك الرجل الذي إلى جهة اليمين هو علي بن أبي طالب، صهره ووصيه. علي؟ وعلي ذاك الذي في الخندق قام بقتل عمرو بن عبد ود العامري. والحارث ومرحب الخيبري. أقسمت عليكم بالله، هل يوجد فيما بينكم رجل غيري لديه امرأة كزوجتي أنا، ابنة رسول الله وبضعته وفلذة كبده وسيدة نساء أهل الجنة؟ أقسم إن هذا الشرف خاص بك أنت. أقسمت عليكم بالله إلا قلتم لي، هل يوجد فيما بينكم شخص آخر غيري لديه ولدان كأمثال الحسن والحسين، ريحانتي رسول الله وسيدي شباب أهل الجنة؟ لا والله يا علي. ومن تلك المرأة؟ إنها ابنة رسول الله. وهي زوجة علي؟ صحيح، إنها فاطمة سيدة نساء العالمين. لقد أخطأت تقديراتنا يا سيد أيهم. محمد لم يأتي مع جنده. انظر، يا للهدوء والطمأنينة التي ترافقه. أترى يا أيهم، لقد جاء مع قومه وأعزائه لتلقي لعنتنا. لو لم يكن محمد صادقا في دعوته لقام بإبعاد أهله من هنا إلى مكان بعيد جدا. هاتان اليدان اللتان أراهما إن رفعتا بالدعاء فإنهما تزحزحان الجبال. بلعنة هؤلاء، لن يبقى لنجران أثر ولا لأهل نجران. أسرع يا عاقب، أسرع ولا تدعه يلعننا وبئس العاقبة. أطلب منه ألا يلعننا، أطلب منه ألا يلعننا. مهلا توقف يا محمد، لا تلعننا، لا تلعننا، لا تلعننا. أقسمت عليكم بالله، أخبروني، هل يوجد فيما بينكم شخص غيري نزلت فيه آية التطهير؟ وأقسمت عليكم بالله، ألم يقم رسول الله بأمر من الله بإغلاق منازلكم وترك منزلي أنا مفتوحا؟ وقد اعترضتم كلكم على ذلك، ألم يقل أيضا أنا لم أغلق منازلكم ولم أفتح باب منزل علي؟ بل إن الله هو من أغلق منازلكم وترك منزل علي مفتوحا.
أقسمت عليكم بالله، هل يوجد فيما بينكم شخص غيري؟ قد قال فيه رسول الله في يوم الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم أحب من أحب عليا وعاد من عداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. كلامك صحيح يا علي، لا والله كل هذا هو لك فقط. أيها الإخوة والأخوات، قفوا جميعا في أماكنكم ولا تتحركوا. أعلم أن الشمس حارقة والكل يعاني، ولكن رسول الله سيوجه إلينا جميعا خطابا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أدعوكم جميعا إلى تقوى الله. ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا؟ أيها الناس، إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين، إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت. القرآن والعترة. الحق أن البعد عن القرآن وعترتي في يد، وهلاككم في اليد الأخرى. الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. اللهم والي من والى عليا وعاد كل من عاد عليا. أيها الناس، الحق دائما مع علي وعلي مع الحق. الله أكبر الله أكبر، هنيئا لك يا علي، هنيئا لك يا علي، هنيئا لك يا علي. ألم تسمع من رسول الله مرارا حين كان يقول: أنت يا علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي أبدا؟ ليس لدينا أي شك في كلامك أبدا. هذه الفضائل التي أوردتها يشهد الله أنها لا تزيد على الواحد من ألف أيضا، ومع ذلك فإنكم تسلكون طريقا تسعون إليها بأنفسكم.
من أجل الله ورسول الله سوف أصبر. هذا المكان سوف نتوقف الآن. أي مكان هذا للتوقف فيه يا أبا رافع؟ هل ألقيت نظرة من حولك؟ يا ابن عباس، وهل أمر التوقف كان مني أنا؟ توقف هنا. المكان هنا ليس مناسبا. كان من الأنسب لنا أن نذهب في منتصف النهار، فجواسيس معاوية ينتشرون في كل مكان. مناصرون قلائل لكنهم ثابتون. هناك 1000 شخص هنا يسيرون في ركابنا، وهم الآن بانتظارهم. 1000 شخص؟ 1000 شخص، لا أكثر ولا أقل. مما أنت خائف يا ابن عباس؟ أسمعت ما قاله للتو؟ قال مناصرون قلائل لكنهم ثابتون. لا يا مالك، قال كلاما آخر. سمعته، قال إن 1000 رجل سوف يلتحقون بعسكرنا هنا. ألديك شك في هذا؟ هل فكرت قليلا في هذا الكلام؟ أنا قلق يا مالك. ومما قلقك يا ابن عباس؟ ها؟ قبائل هؤلاء هم من أنصار أمير المؤمنين. لم أقل إنهم مع معاوية، أنا أتحدث عن عدد 1000 شخص. أنت قد لا تجد أحدا يدقق مثلي في كلام أمير المؤمنين كلمة بكلمة يا مالك. إنه الحق، خبير في الترحال. وبأي شيء ليس خبيرا؟ لا تقلق أنت، إن لم يصل عددهم إلى 1000 شخص فلن يأتوا أقل من ذلك. ألم تسمع حين قال 1000 شخص؟ لا أكثر ولا أقل. ماذا إن جاء أكثر؟ أو قل أقل. هل تعلم يا مالك أنه قد يصبح ذلك مأخذا بيد منافقي الكوفة؟
سوف ينسجون الأقاويل حول ذلك. علي قال 1000 شخص وقد جاء 900 أو 1001. أخبرني كم عددت منهم يا مالك. 800 بالضبط، وأنا أيضا أحصيت حتى العدد 800. أرجو الله أن يكون العدد القادم في الطريق هو 200 بالتحديد، لا أكثر ولا أقل. وهؤلاء أيضا بقية الجند الذين كنا ننتظرهم. نحن بحاجة إلى 200 شخص فقط، لا أكثر ولا أقل. كم أحصيت منهم؟ 199 199. وأنا كذلك. ألم أقل وويلاه؟ ماذا لو أن آخرين غيري أنا وأنت من أفراد القبائل كانوا يحصون العدد؟ أرأيت أن العدد لم يكتمل؟ ربما أنك أخطأت. ولم الخطأ يا مالك؟ فأنا وأنت يجب ألا نخدع أنفسنا. فقد قال أمير المؤمنين 1000 شخص ونحن قد أحصينا فقط 999 شخصا. إن إيماني بأمير المؤمنين علي ليس ذاك الإيمان الذي قد يهتز عند أدنى خطأ، فقد رأيت من عجائبه ما نعجز عن إحصائه أنا وأنت إلى يوم القيامة. وأنا مثلك تماما يا مالك، مع فارق أن ذكائي يحدثني بوجوب ألا تغفل عن المنافقين والمتقاعسين أبدا. فليسامحني الله على تقصيري وتشكيكي. قلت إن كلامي قد لا يكون دقيقا. المنافقون كثر من حولنا كما تعرف، خفت استغلالهم هذا فيجلسون للتداول فيه. انظر إلى هناك يا ابن عباس، إلى المحب الصالح القادم من المجهول. أنا في انتظاره، وبوصوله يصبح تعدادكم مكتملاً.
السلام على مولاي. السلام على مسافر المتعة. أنا أشكر الله أنه جعلني ألتحق بصفوف جندك ثم أكحل عيناي برؤية طلعة وجهك البهية. كم أنا سعيد الحظ. أنا أيضا كنت مشتاقا إلى رؤيتك يا أويس العزيز. أويس؟ أويس القرني؟ أسمعت ما قاله يا مالك؟ إنه أويس. يا إلهي، هذا الرجل هو أويس القرني. أويس القرني، كم كنت أطلب من الله أن أدرك هكذا لحظات. لقد قطعت مسيرا طويلا يا أويس ومتعبا. سوف ننتظر بعض الوقت إلى أن تستعيد قوتك. إن قوتي معك يا مولاي. أي تعب هذا الذي تقول؟ فطوال الطريق إلى هنا كنت أطلب من الله عز وجل أن يشرفني بالموت بعد أن أراك يا سيدي. يا مولاي، أنا أيضا أحمل لك بشارة يا أويس. أهي أهم من التبرك برؤيتك؟ أجل أويس. يا إلهي، ما الذي أسمعه؟ أنت في إعداد ركابي، وفي هذا الاتجاه الذي نسير نحوه سوف تنال الشهادة. ويناديهم يوم الغدير نبيهم، فكم من خصم للرسول مناديا، فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له التبع صدقا مبايع. لا يوجد ماء في الجوار، نحن جميعا عطشة. من أين تتزود أنت بالماء؟ لي صديق قريب من نهر الفرات، وهو من يحضر لي الماء والخبز كل شهر بنفسه. إن كنتم تشعرون بالعطش فلا سبيل أمامكم سوى التوجه نحو الفرات. Thank you.
أرجوكم توقفوا توقفوا، اسمعوني توقفوا توقفوا، أرجوكم أنا أكلمكم، إلى أين تذهبون؟ خذوني معكم. قل لي أيها الرجل الطيب، من هو سيدكم هذا؟ أهو نبي أم وصي نبي؟ وصي النبي. اسمه، ما هو اسمه؟ علي. علي؟ إلياس؟ إيليا. إيليا. علي. إيليا باللغة العبرية. إلى أين تذهبون؟ إلى الحرب. الحرب؟ ولكن مع من؟ مع جيش الشام. ومن هو حاكم الشام؟ معاوية. معاوية؟ هل أنت وصي النبي؟ أجل أيها النصراني، أنا وصي خادم الأنبياء. كان أسلافي منذ سنوات طويلة في هذا البرج ينتظرون حلول هذا اليوم لكي يأتي رجل مثلك ويكشف عن هذا النبع. لقد رحل كل أسلافي ولم يعرفوا سر هذا النبع. انظر إلى هذا اللوح حيث أشار فيه أحد حواريي المسيح إلى أن نبعا من ينابيع الجنة محفوظ في هذا المكان، ولا أحد يعلم مكان هذا النبع سوى نبي آخر الزمان أو وصيه بالحق. وأيا منكم يلتقي مكتشف هذا النبع فآمنوا به دون تردد وكونوا جميعا في ركابه. أنا أرى في وجهك النور الساطع. أرني لوحتك. من دواعي الحمد والشكر لله أن لديه ابن أبي طالب. اجعلني مسلما. إسلامك ليس بالكلام بل بالعمل. نحن سائرون إلى الحرب. أنا في ركابكم. أنا في ركابكم. أنا في ركابكم. أنا في ركابكم. أنا أبشرك بالإسلام. هل أعطيك بشارة أخرى؟ تفضل يا نور عيني. أنت في صفين، ستكون أول الشهداء من جندي. ما ألذ هذا؟ ما ألذ هذا؟ ما ألذ هذا؟ وسوف أصلي على جثمانك أيضا. وبهذه الإصبع سأشير إلى مزارك وسأقول: إن هذا الرجل منا، نحن أهل البيت. يا لهذه البركة، يا لهذه البركة.
Thank you.